مؤشرات الجزائر في دعم البوليزاريو قلبا وقالبا تفسر الطغمة العسكرية هناك بكون الجزائر تؤمن بواحد مبدأ ديال بين قوسين حق الشعوب في تقرير مصيرها، لكن نسيت الطغمة العسكرية بأن العالم ما فيهش غير حركة انفصالية واحدة هي البوليزاريو، كاين 100 حركة انفصالية. لو كانت الجزائر مبدئية مع نفسها لرأينا 100 مكتب مفتوح للحركات الانفصالية في العاصمة الجزائر، ورأينا السفراء ديال الجزائر في الأمم المتحدة وفي المنظمات الدولية والقارية يساندون المطلب ديال هذه الحركات الانفصالية، ولكن الجزائر تغاضت على هاد 99 وتمسكت بالبوليزاريو لان لديها مخطط جيوستراتيجي في شمال افريقيا، من جهه لبسط هيمنتها على المنطقه، ومن جهه ثانيه باش دير واحد الحجره في الصباط ديال المغرب حتى لا تقوم له قائمه. والدليل على ما نقول هو انه الجزائر بنفسها عندها يعني حركه انفصاليه تسمى يعني شعب القبائل، وهؤلاء لا يطالبون فقط يعني بتأسيس جمهورية القبائل، بل حتى الحقوق الدنيا لا تمكنهم منها يعني السلطات ديال الجزائر. نساو حنا حكومة القبائل في الجزائر ونشوفوا ان هاد 100 حركة انفصالية اللي كاينة في العالم. الوقت ما عندناش باش نقولوا اللائحة كلها، ولكن إذا مشينا قارة بقارة في افريقيا الامثال البارز وهو ديال حركة كازامونس في السنغال، والحركة ديال ويسترن كيب في جنوب افريقيا، والحركة ديال بيافرا في نيجيريا. اما إذا مشينا لاوروب المثال البارز وهو ديال كاتالونيا والباسك في اسبانيا وجزر كناري ايضا في اسبانيا، وفرنسا اللي عندها حطمت رقم قياسي، عندها 7 ديال الحركات الانفصالية، اشهرها المطالبة باستقلال كورسيكا، ثم المطالبة باستقلال كاليدونيا الجديدة، ثم ليبروتون اللي تطالبوا باستقلال ديالهم على فرنسا. وحداها المانيا كاينه ولايه بافاريا، ولايه بافاريا التي رفعت شعار، واحد الحركه رفعت شعار ديال بافاريا تستطيع ان تعيش بمعزل عن المانيا. اما لو طلعنا للشمال كنلقاو اوكرانيا والمثال الشهير ديال القرم التي ضمتها روسيا. اذا هبطنا لامريكا شنو كنلقاو؟ كنلقاو المثال البارز وهو ديال كيبيك الذين يطالبون بالاستقلال والانفصال على كندا. اما في الولايات المتحده الامريكيه ما غنمشيوش حنا للحركه ديال كاليفورنيا ولا جمهوريه فلوريدا، لا، سنتوقف عند ما يسمى بالكونفدراليون، وهذا الكونفدراليون يطالبون باستقلال الولايات الجنوبيه لامريكا على شمالية، اسوه بماذا؟ اسوه بما حققته تشيكوسلوفاكيا في 92 لما استقل التشيك على السلوفاك. وفي جنوب القاره الامريكيه تلقاو حركه انفصاليه ديال الزباط في المكسيك. اما الى دزنا لاسيا اشنو كنلقاو؟ كنلقاو المثال البارز وهو ديال تيبيت وديال ايغور في الصين، ثم كنلقاو مينداناو في الفلبين وحركه اتشي في اندونيسيا. اذا هذا ما يبين بان الجزائر ما عندهاش مبدا، الجزائر عندها مخطط جيوستراتيجي لضرب المغرب ولعرقله المسيره ديال المغرب. والدليل على ان المغرب مبدئي اكثر من الجزائر وهو انه في مفاوضات اثناء الاستعمار، يعني نيل الاستقلال من الاستعمار، المغرب كان مبدئيا في قراراته ولم يطالب بعوده الصحراء الشرقيه واسترجاع تندوف الى التراب الوطني، بل كان يطالب بشيء اثنين: عوده السلطان الشرعي اي محمد الخامس الله يرحمه الى بلده وعرشه والظفر باستقلال المغرب. اما فيما يخص الحدود مع الجزائر فسنعالجها بين قوسين مع الاخوه لما تحصل الجزائر على استقلالها، لكن للاسف الشديد ما ان استقلت الجزائر حتى كشرت عن انيابها ضد المغرب، وبان الغدر وبان اللؤم ديال الحكام الجزائر، وهو اللؤم والغدر اللذين لم يفارقا الحكام ديال الجزائر منذ استقلالها الى اليوم، ولليقين انه لن يغادرها حتى في الغد، لان المخطط الجيوستراتيجي ديالهم يقوم على ضرب المغرب.